أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أوصيك بابني، أوصيك بيوسف خيرا يا يعقوب، أوصيك بيوسف خيرا يا يعقوب، أوصيك بيوسف خيرا يا يعقوب. عزيز مصر يوزرسيف الحكيم، تحية الله عليكم. لا تقلق جناب يوزرسيف، ثق بي تماما. أين هي السيدة أسينات؟ تفضلي معي. عالي المقام، أصبحت أبا لمولود أنثى، فتاة بجمال أمها وأبيها. كيف هو حال أسينات؟ أهي بخير؟ كلتاهما على ما يرام. أنا على يقين أن ولادتها مباركة. جناب يوسف، لقد لاحظت مراراً هذه الخرزة على جيدكم، ورأيت كيف أنكم تهدؤون بعد لمس هذه الخرزة. ما هذه؟ هذه الخرزة مكتوب عليها الاسم الموعود. الموعود؟ أجل ذاك الذي بجهوده تثمر جهود كل الأنبياء، والذي يقوم بتحقيق أمال كل رسل الله. ليت لو أن أبي حاضر ليرى أول ولد أرزقه.
يا أبتي، ألم يكن من الأفضل لو بقيتم في الكوخ؟ لا أحتاج إليكم في الرعي، فالطريق طويل والشمس حارقة، ألا يؤذيكم ذلك؟ لا يا بني، لا، فرؤية تجليات جمال الله في جمال الطبيعة من شأنه أن يسكن آلامي. السرور باد اليوم على محياك. أجل يا بني، لا أدري السبب، يبدو لي أن يوسف مسرور اليوم أيضا. أهلا بقدومك بنيتي، اخترت لك اسم منسة، اشتققته من النسيان، فقد أنساني قدومك كل غمومي وأحزاني القديمة. إكراما لقدوم منسة، استضيف كل المحتاجين في منفس. طاما، أنا تيامينيه سيدتي. عيناي لا تبصراني جيدا، أرى كل شيء بغشاوة. هذا من شدة البكاء يا سيدتي، علام كل هذا البكاء؟ فكثرة البكاء من شأنها أن تذهب بصركم وتسبب الذبول في وجهكم، عليك بالاعتناء بنفسك قليلا. لقد مضى وقت ذلك، فالبكاء هو دواء لغصاصي. إن أنا لم أبكي فسأصبح مجنونة. ما الأمر؟ إلى أين ستذهبين مجددا؟ إلى المرسى بجنب نهر النيل، هل ترافقينني؟ أريد أن أستطلع أحوال يوزارسيف من رودامون. حسناً، أنا لا يمكنني أن أمنعكم من ذلك، ولا يمكنني أيضاً أن أدعكم لوحدكم، لذا فأنا مجبرة على مرافقتكم. تحيا السيدة زليخة. قل لي من فضلك، أين يمكن لنا أن نحظى برودامون؟ الشامات ذهب برفقة هورن هوب إلى شمال مصر ليصد اعتداءات الهيتيين. ألا تدري متى سيرجع؟ لا، ليس معلوما سيدتي. انهضي سيدتي، ليس لائقا بك الجلوس هنا، فالناس جميعا يعرفون من تكونين. تخافين على ماء وجهي؟ وهل بقي لي ماء وجه؟ أصبحت قصة افتضاحي وردا على ألسنة الكل. زليخة عاشقة حيرة ومجنونة والها، فإن استطعنا أن نقع لها على خبر من يوزارسيف أظنها سوف تجود علينا بالعطايا السخية. علينا أن نبقى يقظين ونفتح أسماعنا كي لا نغفل عن دخول يوزارسيف إلى طيبة. مسكينة زليخة، لا يمكن للإنسان أن يصدق أن هذه عاقبة أجمل نساء مصر. عشقها ليوزارسيف رمى بها إلى هذا المصير. هل علمت أن يوزارسيف قد تزوج؟
أرجو ألا تعرف بذلك أبدا، فهذا الألم سوف يقتلها. لعلها تعلم ولكنها تكابر على نفسها. لو أن زليخة تجيد المكابرة لما آلت بها الأيام إلى هذه الحال. اصطفوا بانتظام، هيا استعدوا. كيف حال ضابط قصر الحاكم الجدير؟ شكرا لك عالي المقام. تفضل معي. ماذا حصل حتى جاء إلى القصر فجأة عزيز مصر يوزرسيف العظيم؟ سوف تعلم. ادعو لي بناروس وطهي القصر فليحضره. حاضر، استدعي بناروس وطهي القصر. أمرك، مرهم فليشعلوا المشاعل. بسرعة أيها الحارس، أشعل المشاعل فورا. أمرك. إن أذنت لنا فسنقوم بإيقاظ جناب الحاكم أخناتون. لا لا داعي، فسوف يستيقظ الآن بنفسه. ألم يقل ماذا يريد؟ كلا، قال فقط عجلوا. يحيى عزيز مصر يوزرسيف العظيم. تحية الله عليكما. كم مرة قلت لكما لا تركعا لي تعظيما؟ لعلكما لن تتركا هذه العادة ما لم أجرب الصوت عليكما. طاعة عالي المقام، لن يتكرر الأمر. حضرا الطعام والشراب المناسبين للحاكم في الحال. في هذا الليل؟ أجل، فبعد قليل سوف يجوع جناب الحاكم وسوف يطلب منكما الطعام. لم يسبق أن حدث ذلك. هل جناب يوزرسيف واثق أن الحاكم سوف... عندما يقول جناب يوزرسيف إن الحاكم سوف يجوع فسوف يجوع بأسرع ما يمكن، لم يبقى وقت كثير. أخبر المستشار وسائر أهل القصر، أريد أن يكون الجميع حاضرين. لدي شراب جاهز، خليط من العسل المصفى ودبس التمر. بقي من طعام العشاء نصفه، إن قدمته مع بعض الفواكه فهل يكفي؟ هذا المقدار يكفي، فالحاكم لا يتوقع أكثر من ذلك في هذا الوقت. هذا يعني أن لدى الحاكم أمر مهم. ما هذا الجوع المفاجئ؟ لم يسبق حصول ذلك. تناولتم الطعام قبل النوم مباشرة، أخشى أن مرضا قد أصابكم، هل تودون أن أخبر سينوهي؟ لا لا حاجة، أظن أن هذا الوجع والضعف هو بسبب الجوع. يحيى حاكم مصر الحكيم والسيدة نفرتيتي. ماذا يفعل عزيز مصر هنا؟ متى قدمتم؟ جناب الحاكم، هل أنت جائع؟ أنا على وشك أن أموت من شدة الجوع. وأنت ما الذي أدراك؟ الليلة هي بداية القحط لسبع سنوات في مصر، وعلامة ذلك هو الجوع الشديد غير المتوقع لدى جناب الحاكم. ومن أين علمتم بذلك؟ لكن ألم تكن قد ذهبت إلى منفس الرقابة؟ كيف قطعتم الطريق من منفس إلى طيبة؟ سوف أخبركم لاحقا. جناب الحاكم، ألا تشتهون الطعام؟ يبدو أن ليس ثمة ما يخفى عليكم، لقد حسبت لكل شيء حسابا. الليلة هي بداية القحط لسبع سنوات في مصر. ابتداء من يوم غد يبدأ أهل مصر بأكل الطعام المدخر، وإنما جئت لأنقل إليكم هذا الخبر. ما تراه مناسبا أقدم عليه. نسأل الله العلي القدير أن يسددنا ويعيننا لكي نتمكن من اجتياز هذا القحط والنجاة من شره كأيسر ما يكون.
عجبا جناب يوزرسيف، أنا أيضا أشعر بالجوع المفاجئ. وهل سيشعر كل الناس أيضا بالجوع كما نشعر به نحن الآن؟ وكيف ستطلعون الناس على خبر حلول القحط؟ سوف يعرف الناس من جفاف الأرض وإمساك السماء ومن أوامرنا بعدم الزراعة، سيدركون في النهاية. المزارعون الذين يأتون لتسليم الحنطة قولوا لهم أن لا يحتفظوا إلا بقوت سنتهم، فلن يحتاجوا حنطة لبذر الأرض. أعلنوا في جميع المدن أن السماء لن تمطر هذا العام، فلا تزرع ولا تبذر ولا تنثر حبة قمح واحدة على الأرض. مروا المشرفين فليهيئوا الإحصاء الدقيق للمحتاجين والأغنياء في كل مدينة، فهم ليسوا سواسية. علينا أن نعلم أولاً لمن نعطي الحنطة بالمجان في زمان القحط وكم نعطيه، وأن نعلم لمن سنعطي إزاء ما يدفع. من هم الذين علينا أن نعفيهم؟ ومن هم الذين نبيعهم؟ استفقت منتصف الليل من شدة الجوع. وأنا كذلك. أما أنا فقد أوشكت على الموت من شدة الجوع. وأنت أيضا؟ أجل كان هذا حال الجميع، فجميع من سألتهم كانوا جياعا ليلة أمس واستفاقوا من نومهم لشدة جوعهم. هذا غريب. كيف يمكن ذلك أن يجوع الجميع في ليلة واحدة؟ هذه الوردة كانت مزهرة بالأمس، وها هي اليوم قد ذبلت. هل أنت واثق؟ فما قولك بالحديقة؟ ألم تذبل عن آخرها؟ ألم تطغى السفرة على أكثر أشجارها وورودها؟ في يوم واحد؟ ولكن ما الذي حصل؟ لعل جذورها قد يبست أو أنها لم تسقى ماء. قل لي، وهل جفت كلها دفعة واحدة؟ وفي غضون ليلة واحدة؟ لا، لقد حصل أمر آخر تماما كالجوع غير المعهود الذي أصابني بالأمس. أنا استيقظت ليلا أيضا، أعني أن الجوع أيقظني. سيدتي! سيدتي! سيدتي، ما بك؟ ماذا جرى؟ ناضي، ماذا جرى سيدتي؟ ما الذي حصل معك سيدتي؟ هل أنت بخير؟ عيناي لا تبصران. كم مرة نهينا السيدة عن الإكثار من البكاء وعن تعذيب نفسها؟ سيدتي، كيف سيمكنك العيش بعد الآن بهاتين العينين الضعيفتين؟ إن كان مقرراً أن لا أرى يوزرسيف، فما حاجتي إلى ناظري؟ تحية آمون الإله العظيم على خدمة المعبد
وعلى جناب ألخماهو. تحية أمون عليك. ما الأمر كيموني؟ لم يذيع الأمر علنا، لكن الجميع علموا أن القحط قد بدأ. وما أدراك؟ من قال ذلك؟ جوع أغلب أهل مصر وصفرة أغلب الأشجار هو علامة بداية سنوات الجدب والقحط. بدأت سني القحط بعد 7 سنوات تماما، كما كان قد تنبأ يوزارسيف. لا ينبغي تصديق هذه الشائعات والأقوال المتناقلة بين العوام. لا ينبغي ترك جانب الاحتياط. اسعوا على الأقل أن تدخروا الحنطة لسنة واحدة كما في السابق، فإن لم يحصل قحط فما أحسن، وإن حصل نكون قد حفظنا أنفسنا لسنة من مد يد الاستعطاء نحو يوزارسيف. لو أبكر يوزارسيف في إذاعة سر طريقة ادخار القمح لكان بإمكاننا ادخار ما نحتاجه من الحنطة عبر بناء المخازن، ولكان بإمكاننا كذلك أن نقوم بإبطال مساعي يوزارسيف في مواجهة القحط والتغلب عليه في مصر. لقد ادعى يوزارسيف أنه يعلم سر ادخار القمح بسنبله من ربه الذي يعبده. هذا ادعاء فارغ وكلام لا حقيقة له. إن تأملتم قليلا تجدون أنه ليس ادعاء، فتعبيره للرؤية ونجاحه المتواصل في إدارة مصر وادخار الحنطة إضافة إلى سر الحفاظ على القمح لفترة طويلة كلها علامات تدل على قوة يوزارسيف وربما إلهه. علينا أن نواجه تلك الأمور بمزيد من الحذر وكثير من التخطيط. لولا أنه يستند إلى ركن وثيق بما يعلم ما كان ليتسنى له أن يصمد بوجه كل هذه النوائب والخطوب. جناب ألخماهو، هل أفهم أنكم تعترفون ليوزارسيف وربه بالقدرة؟ لا، لا أعترف بذلك، لكنني أصبحت أتساءل باستغراب شديد عن سبب نجاحاته المتواصلة. أنا لا أستخف بعدوي ولا أغمض عيني عن الحقائق. هاي، انظر. لنذهب ونأخذ جائزتنا من زليخة. هاي ما بك، اصبر. علينا أولا أن نعلم أين سيذهب يوزارسيف. فلنذهب إلى المخازن. توقف، توقف، توقف. ما القضية؟ لماذا تتسبب في هلع الناس وخوفهم؟ ما الذي يميزك إذن عن جنود وحراس معبد آمون؟ نحن خدام الناس ولسنا أولياء نعمتهم، لا ينبغي لنا أن نتسبب لهم بالخوف. أمرك عالي المقام. لسنا على عجلة من أمرنا، أبطئ قليلا، سامحونا ولن انطلق. يسيرون نحو المخازن. سوف نحصل من زليخة على جائزة ثمينة. غافلتين. إذن ما اسم زوجته؟ أسينات، بنت كاهن معبد أخناتون جناب أمونساس. ومتى تزوج إذن؟ فلم نعلم بالأمر. لقد مضت فترة طويلة ونحن قابعون في هذا القصر كالمساجين، وهو رزق بفتاة اسمها منسة. مسكينة زليخة، ماذا سيحل بها إن سمعت بهذا الخبر؟ لا لا، لا يجب أن تعلم، يجب أن لا تعلم بذلك. إن علمت السيدة زليخة فسوف تنتحر. ما هذا الفعل الذي فعله جناب يوزارسيف؟ ما المشكلة في ذلك؟ ألا يجب أن يتزوج؟ لا، فماذا سيحل بالسيدة؟ أأنت مجنونة؟ ما أدراه أن السيدة ما زالت والهة بحبه.
ثم إنه بعد كل ذلك الظلم الذي ألحقته السيدة بيوزارسيف، ما زلت تتوقعين منه أن يبالي بأمرها؟ ثمة شابان يريدان السيدة زليخة في أمر. ماذا يريدان مني؟ فليحضرا. لم أرى هويا بوضوح، عيناي تفقدان نورهما يوما بعد يوم. هذا من شدة البكاء سيدتي، عليك أن ترحمي نفسك، وإلا فستضطرين غدا إلى طلب العون من الناس كلما أردت السير. سيدتي، لماذا لا تعرضين عينيك على الطبيب سينوي؟ لعله يعرف علاجا. طبيبي هو شخص آخر، وهو ليس على علم بحال عليله. تحيا السيدة زليخة. هذا الركوع وهذا الإجلال كان لزمن كنت فيه السيدة الثانية في مصر، أما الآن فهذه الحركات مضحكة. اقتربا. ماذا عندكما؟ ماذا تريدان؟ جائزة سيدتي، جائزة، وهي أن يوزارسيف. طبعا المقصود هو إسعادكم سيدتي، وليس الجائزة. جئتما بخبر عن يوزارسيف؟ أجل سيدتي، كما أخبرتكم فهو كان متجها نحو مخازن. ألا تريد السيدة زليخة أن تدخل السرور إلى قلب الشابين المحتاجين كما نريد نحن أن ندخل السرور إلى قلبها الطيب؟ ها؟ بلى مؤكد، انتظرا هنا. لستما محتاجين، أنتما محتلان مخادعان. تعالى، هذه جائزتكما. اصبري سيدتي، أخبراها بما عندكما أولا. أجل أجل، ذهب جناب يوزارسيف نحو مخازن ادخار الحنطة سيدتي. هذا يكفي، اذهبا، هيا اذهبا. قالا إنه توجه إلى مخازن طيبة. أنا ذاهبة. اذهبا معها، عيناها لا تبصران جيدا، لا تدعاها وحدها. ستون كيلا، التالي. يحيى عزيز مصر. يحيى يوزارسيف. تحية الله عليكم. يحيى عزيز مصر. يحيى يوزارسيف. يحيى يوزارسيف. يحيى يوزارسيف. يحيى يوزارسيف. شكرا لكم، اجلسوا وتابعوا أعمالكم. ستون كيلا، التالي. من أي مخازن بدأتم باستيفاء الحنطة؟ من المخازن التي ملأناها منذ 7 سنوات. أحسنتم، فإن تأخرنا على مخازن السنة الأولى فسدت حنطتها. أخبرني، هل تعطون الحنطة للمزارعين؟ كلا عالي المقام، فالمزارعون قد احتفظوا بالحنطة للسنة الأولى، إنما نعطي الحنطة لأصحاب المهن وأهل المدن. 50 دبنا، 50 كيلا. شكرا لكم، فليحيى يوزارسيف الحكيم. الاسم وسائر الصفات. دي جي هوتي، اسم الأب نيملوت، أسكن مدينة طيبة، رب لأربعة أولاد وزوجة. دي جي هوتي، من الطبقة الوسطى. حصتك لهذا الشهر هي 60 كيلا بدبن للكيل. نبيعك الحنطة بالسعر الذي اشتريناه منك، عليك بدفع 60 دبنا. Thank you.
جناب يوزر سيف، أخبرني، أليس الأفضل تسليم القمح كل سنة بدلا من كل شهر؟ يصعب على الناس ادخاره لسنة، كما أنه يحرض السارقين وأصحاب الأطماع. سيدتي، ماذا جرى لك؟ انهضي. تعالي. على ما. سيدتي، علام الإصرار والعجلة وأنت لا تستطيعين رؤية يوزر سيف. لا أظن أنك سوف تفهمين علي إن أجبتك. أنا أعرف أنك شديدة الحب ليوزر سيف، ولكن سيدتي رؤيته تتطلب عينين تبصران ووجها جميلا، صدقيني. وأنت ببكائك ونحيبك المتواصلين فقدت كلا الأمرين. وهل كل من فقد عينيه يكف عن البحث عن ضالته؟ أم أن من يهرم ويقبح ترقص عنده روحه؟ ضالتي على قلبي عزيزة، ولن أسمح لكبر سني وضعف بصري أن يردعاني. سيدتي، يحيى يوزر سيف. ماذا حصل يوزر سيف؟ هل تبحث عن أحد؟ ظننتني رأيت العجوز الذي تأتيني في المنام، لكنه لا يعد كونه تخيلا. انطلق. ماذا حصل؟ أظنه رآني. أولم تأتي من أجل رؤية يوزر سيف؟ بلى، ولكني ما أتيت ليراني هو بهذا الوجه القبيح والعيون التي ذهب بصرها. إنما جئت لأراه أنا، ولم أستطع رؤيته بوضوح. لماذا تريدين أن ترى يوزر سيف سيدتي؟ أجل جدي. اذهب وقل لأبيك بنيامين أن يأتي إلي. اذهب بني، اذهب، انتبه لنفسك يا بني. Oh!
نعم أبي، هل أردتني في شيء؟ بني أخبرني، هل يمكنك أن تأتيني بصاحب القافلة لأكلمه؟ حسناً أبي. سلام الله على نبي الله يعقوب. أنت مليخة، سلام الله عليك يا أخي. ما الذي حصل؟ ألا يعرفني نبي الله؟ لا مليخة، فعيناي قد ضعفتا قليلا. طلبت منه مرارا الكف عن البكاء لكن لا جدوى. أخبرني مليخة، قل لي ما الأخبار؟ إنها كثيرة، لكن ليست الأخبار التي تنتظر سماعها. من أين قدومك؟ وأي البلاد تقصد؟ ما بضاعتك وتجارتك؟ كالعادة أشتري من الهند نوعا من الأعشاب طيبة الرائحة، أسلك بها طريق الحجاز وكنعان إلى مصر لأبيعها للمحنطين. وهل بحثت لي عن ضالة أيضا؟ كثيرا ما سألت التجار والباعة عن يوسف في الهند والحجاز ومصر، لكن أحدا لم يعرفه. كما استطلعت أمره لدى النخاسين لم يسمع به أحد. في أحد الأيام جئتني بالأخبار عن شاب سجين في مصر. لا أدري لماذا ينتابني شعور دائم أن يوسف في مصر. ما أخبار مصر وأوضاعها؟ ضربها القحط، لكن عزيز مصر وهو رجل حكيم ذو كياسة كان قد ادخر الحنطة باكرا فاستطاع أن يواجه القحط بتدبيره. أهل مصر يسمونه يوزرسيف ويحبونه كثيرا. يوزرسيف، ما أشبه اسمه باسم ابن يوسف. أين يوسف ضالتنا من عزيز مصر؟ لا تنس أبدا طلب هذا الشيخ العجوز، وأنا بدوري سوف أطلب لك الخير في دعاء لله. حتما يا نبي الله، أينما حللت من البلاد أستطلع لك فيها عن يوسف. سلمك الله أنت وأهل القافلة معك وأفاض عليكم من خيره وبركاته. اذهب مليخة، أنا بانتظارك. أرجو ليعقوب النبي أن يجد ضالته في أقرب وقت. في حفظ الله، في حفظ الله، في حفظ الله. أظن أن كنعان أيضا ستواجه القحط قريبا، رغم أن الأوان قد فات على الأرجح. حاولوا أن تدخروا القمح ما استطعتم فلا تتقطعوا بكم السبل. النيل آخذ في الجفاف يوما بعد يوم. يعني هل يمكن أن يجف النيل المقدس ذات يوم؟ سيدتي، سيدتي، ماذا تريدين؟ ما الأمر؟ اعذرينا سيدتي، لكن لم نجد شيئا في القصر نأكله ونسد به جوعنا. سمعت أنهم يعطون القمح مجانا للمحتاجين، ألسنا محتاجين؟ لا سيدتي، فالمأمورون عند إحصائهم لم يعتبروا صاحب هذا البيت ولا أهله من المحتاجين. في هذه الحال إذن لا قمح لنا عندهم. وما الحيلة؟ اذهبوا إلى المخازن فعسى أن تفلحوا في تأمين بعض الحنطة. سأذهب برفقة تامة، علنا نفلح في جلب القمح. وإن كنت أشك في ذلك، لكن علينا أن نحاول. إذن دعاهويا يذهب معكما.
سأبقى والبستاني مع السيدة. أجل، لا ينبغي ترك القصر خاليا، فلنذهب الآن ونأخذ بعض الأكياس ثم ننطلق إلى المخازن. هيا فلنذهب. نعترف بأن ما فعله يوزر سيف قد ثبت مكانة في قلوب الناس. علينا أن نعترف بأن يوزر سيف كان موفقا جدا في جذب المحتاجين والمستضعفين إليه. أجل، فهو متسلط على الأمور بشكل كامل ويديرها كما يشاء، فلا تخرج عن سيطرته. ولم يكتفي بالمستضعفين، فلقد استطاع توسيع رقعة نفوذه وسيطرته بين مسؤولي الحكومة. هذا الأمر مدعاة للقلق، لقد استطاع أن يبعد أعداءه عن الساحة دون أي تدخل عسكري ودون التعاطي بغلظة وخشونة مع أي شخص. انظروا كيف استطاع أن يبعدنا نهائيا عن قصر أخناتون ويجعلنا محاصرين داخل المعبد. انظروا إليه كيف استطاع أن ينحي سيدتي ويعزلها، كما استطاع إبعاد الكثيرين عن المعبد. أظن أن في الأمر حقيقة أكبر من كل هذه الحقائق، ونحن إنما نخاف من أن نعترف بها. لقد استطاع يوزر سيف أن يقرب مستضعفي مصر من الإله الواحد الأحد الذي يعبده، وهذا العار العظيم يلحق بكهنة معبد آمون ويطال سائر آلهة مصر. أضف إلى هذا العار كله عار نقصان القمح والحنطة. لقد تجاوزنا السنة الأولى واستهلكنا كل القمح المدخر، فكيف لنا أن نتجاوز السنة الثانية وما بعدها؟ لقد اعتاد كهنة المعبد العيش في دلال ووفور النعمة، وهم لا يطيقون احتمال الجوع ونقصان القمح. نحن مجبورون على شراء الحنطة. يا آمون العظيم، يا آمون العظيم، عليك بنصرة الكهنة وخدام معبدك في مبارزتهم مع يوزر سيف. يا آمون العظيم.